مشاهدينا اوفياء برنامج الصباحيه الدزه، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده، واللي غادي نبداو بفقره نصائح في التغذيه رفقه دكتور محمد أدهشور. غادي نتعرفوا معه اكثر على مخاطر الاستهلاك العشوائي للفيتامينات. فقره امراض وحالات غنتكلموا فيها اليوم على مرض الباركنسون رفقه دكتور بشرى بن عبود، اخصائيه في امراض الدماغ والاعصاب والعمود الفقري. فقره ديكور وحلول غادي تحضر معنا مهندسه الديكور وخبيره الطاقه او طاقه المكان للا امل احمش، اللي غنكتشفوا معها تأثير الإضاءة على روح المنزل. والبداية بفقرة للإحصاء رفقة كوتش حمزة حسيني، مرحبا بكم معنا في صباحية الدزام. سي حمزة السلام عليكم. أهلا بس عليك. وموضوع موضوع هو موضوع إذا اليوم غادي نتكلموا على النبش في العلاقات أو في ماضي العلاقات بين الأزواج. أكيد إذا تكلمنا عن فرق ما كيقول لك نبش تهبش القحنش أكيد. فهذا النبيش هذا يعني ما بين الأزواج أو في ماضي الأزواج للأسف يقدر أنه يكون سبب رئيسي في تدمير العلاقة الزوجية، باب اللي غادي يفتح لي سوء الظن والشك المستمر. تقول لي ومالنا واش داني ياك تماما. علاش علاش يعني علاش هذا النبيش؟ يعني غتقول لي جينيرالمون غيكون من 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 طرف ديال الزوجه اللي غتكون مثلا اكثر، ما عرفتش، ولكن ما عرفتش علاش بان لي ان الموضوع يكون غالبا من جهه لا الزوجه. ولكن خاصنا نفرقوا ما بين الغيره والنبش، هما شيئين مختلفين. أكيد. الغيره هي واحد الحاله نفسيه كتجي ملي ما كنحس كيكون عندي امون كافيكتيف، هو حرمان عاطفي او اضطراب القيمه الذاتيه، ملي كنشوف راسي واحد الحاجه ديالي مشات عن الطرف الاخر او انني غير مهتم بيا او غير محبوب، هذا ما عندوش علاقه بالنبش. النبش هو واحد الظاهره اجتماعيه اقل ما يقدر يكون نقول عليها مهم، هي انها سم قاتل، يعني 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 هي بدايه لواحد جهنم كتحل ما بين هي الزوجين، هي بدايه لنهايه علاقه مثلا زعما محتومه المصير، واللي غتقدر ولا تقدر تحل لي واحد باب جهنم اللي هو انا اليوم بغيت نشرحه. ماشي غير فكره انني كنقلب على واحد الحاجه وعرفتها ولا ما عرفتهاش وغادي تسمم لي العلاقه، ما كتمرش بهذه البساطه. اول حاجه بغيت نبدا بها معها ان النبش كيخص الرجل اكثر من المراه، هذا واقع. بما معناه على انه في مجتمع شرقي، ما غاديش نقول مغربي، على انه اللي كيبحث على الماضي الاخر هو الرجل اكثر من المراه. المراه كتكون اكثر حفاظ، ولكن اسمح لي وهما مزوجين. لا تنقولوا مزوجين، هما مزوجين، هما مزوجين. بما معناه قبل الزواج كيكون ميكانيزم اوتوماتيك، هو واحد العاده اوتوماتيكي، لان الانسان ما كتكونش عنده قرار ارتباط واضح وكيكون اعتباطي، من هنا خدات نسبه الاكثر. اما في الزواج اكثر شخص مني كتكون عنده في النبش الا كانت مساله عدم استقرار هذا شيء، اما الا كان اضطراب نفسي هذا شيء اخر. انا اللي كنقصد بانه النسبه الاكثر ما قبل الزواج، ولكن من خلال الزواج ومن غير الغيره كتكون اكثر عند الرجل. واخا نعطيو امثله عمليه. هذه المساله ديال النبش نقدر نبدا بواحد المساله اللي كنشوفها بزاف على مواقع التواصل الاجتماعي. علاش قلت لك السيده تقول لك انا قلبت التليفون ديال راجلي؟ هذا راه نبش في حد ذاته. ولكن هنا قلبت التليفون ديال راجلي هو ناتج عدم استقرار العلاقه الزوجيه. وانا علاش قلبت بعدا؟ علاش هنا التأكد شنو غادي يبين لي داك التليفون ديال راجلي؟ هو ملي كتبدا الشكوك، وهذا هو الخيط اللي كيبدا في الاول، هو من تعامل الانسان. دائما حنا كنشوف بواحد التفسير علمي، ملي كتبدا واحد الخيط ديال الشك كيبدا عن طرف على الاخر، وهنا كنبدا نديفلوبي افكار مرضيه. وهنا كل ما كنديفلوبي هذوك الافكار المرضيين غادي نحتاج لواحد الحاجه اللي غتهبط لي هذوك الافكار، هما دوك السلوكيات. كتبدا في لا كونفيرماسيون، واحد التاكيد واش هذاك الشيء اللي كنفكر فيه صحيح او لا. نقدر نتقبلها من هذا المنطق. علاش؟ لانها نورمال، شفت واحد الحاجه ماشي هي هذيك وكنحاول نقلب على ما يؤكد انها او افند يعني هذيك الحاجه كاينه ولا ما كايناش. على واحد الحاله يقول لك انا راجلي الا دخل حاجتك غير المرحاض معاه التليفون فين ما مشى معاه، واش دوك هذه يدعو للشك انه يمكن هناك. انا هذه ما كنعتبرش اضطراب في حياته مثلا. انا ما كنعتبرش هذه اضطراب، هذا فقط عدم استقرار فكري كنقدروا نتعالج بان واش هذيك الحقيقه كاينه ولا ما كايناش. من نبش في ماضي الازواج عرفتي شنو هي؟ هو ملي كنمشي نقلب على انسان اش كيدير قبل ما كان كيتزوج بيا. راه هذا هو النبش في الماضي. لا هذه عاوتاني وراه شوف راه صافا تو سوا.
راه مين غادي نقلب في التليفون راه يمكن كان بعلاقه مع واحد السيده قبل ما يعرفني ورجعوا يتواصلوا عاوتاني. هذه من اكثر المسائل اللي تنشوفها انا في لي جروب الفن. وراه هذا هو السم القاتل اللي كندوي عليه. علاش هو السم القاتل؟ هو كتكون علاقه وهذه كتقول كنهضر معك انا بخبرات لي تيرابي اللي كندوزهم. كيجي واحد لو كوبل كان كيكون كنسموه لو ديكليك ما قبل الحدث وما بعد الحدث. كيكون لو كوبل صحي 100% اي كيكون واحد الشخص دخل في النبش في الماضي وهنا كتبدا عنده واحد الماضي ما نقدرش نكونفيرميه. وكيفاش كيتعرض هذا الماضي؟ يا من اقاويل سمعتهم في المحيط الصغير او انني تعرضت لواحد الحاله جات واحد السيد او سيده سلمت على راجلي ولا على مرتي. كتكون عندي افكار مرضيه. هذوك الافكار المرضيه لا يمكن ان ذاك الشخص يقدر يبرهنها كاينه ولا ما كايناش. وكتكون عنده واحد الافكار المرضيه اللي كيف قلنا اللي كتبقى تدخل لك حتى كتوصل معها الى درجه الوسواس القهري. وهذا الوسواس القهري اللي بالانجليزيه كنسميه اوبسيشنز كومبلسيون ديزوردر. بما معناه الاوبسيشنز هو كل ما هو انسان مهووس بفكره مرضيه. هذاك كيقلب باش ياكدها كيقلب باش يعالجها. باش غيعالجها دابا باش غيعالجها لي كومبلسيون سي كوا؟ هما استراتيجيات باش يبردوا هذاك الشكل اللي عندي. كنبدا ندير حدود قاسيه وهنا كتولي كتحول علاقه من علاقه حب وزواج صحي الى علاقه واحد الانسان خصو يكون فيه انه ما دارش من خلال مرضيه من خلال واحد الحدود مرضيه. هذوك هذا الوسواس القهري الى كثر عند الشخص غيدينا لواحد المشكل واحد اخر. هو واحد الحاجه كنسميوها ديلوجنز. شنو ديلوجنز؟ هو من التهيؤات. واحد الانسان غيولي يدوز يسلم على شي احد الطرفين مثلا اللي عنده هذا الاضطراب كيبدا يتخيل شي حوايج ما كاينينش. دونك هنا غادي نولي بارانويا. غندخل في البارانويا. البارانويا ماشي بالحجم الكبير ديالها. كنسموها اوهام مرضيه لانها مرتبطه بحدث معين. وهنا ملي كتبدا تفسير الحالات الى تفسيرات مرضيه وكل ما زادوا ذاك الاوبسيشنز هذوك الاوهام او هذاك الهوس كل ما انا غادي ندير استراتيجيات حدوديه وانا كنحول الزوجه كتحول الى اضطراب تعاطف لانها ما قادراش او الزوج ما كانش تحصر في الزوجه بوحدها. الزوج او الزوجه كطيح في اضطراب التعاطف لان ذاك الشخص خصو يبرهن انه ما داير والو او انه ذاك الشيء ما كيمثلوش او انه شيء عادي. والطرف الاخر كيمشي نحو النرجسيه. نعم. وهنا كتحول العلاقه الزوجيه من سامة. عاديه الى واحد الانسان ما لقى ما يدير مشى كينبش في الماضي وحول الى انسان الى اضطراب تعاطف والى اضطراب انرجسيه وتؤدي الى نهايه العلاقه. اللي كيطلع هذا الانسان اللي كيعيش هذه الحاله من 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 البحث في الماضي هو كل ما كنبغي الشخص كل ما كيكون عندي افكار سلبيه لانني كنتوهم او ديك الحاجه كنمشي للماضي ما كنلقاش ناخذ فيها قرار. اذا عامل ايجابي زائد عامل سلبي في نفس الموضوع كيعطيني واحد الحاجه سميتها تنافر معرفي كوجنيتيف ديسونانس. وهنا ما كنقدرش ناخذ قرار وكيبقى مستوى الضغط كيرتفع وانا كنزيد من ديك لي كومبولسيون وهنا كيكون انهيار تام للعلاقه الزوجيه. نعم مفهوم. واخا هل هناك حلول بما اننا تنتكلم على الزوج والزوجه خصوصا يعني في حاله وجود اطفال؟ طبعا اول حاجه خصنا نعرفوا هو انه مفهوم الماضي هو مفهوم نسبي من شخص الى اخر. ما نقدرش نقول ان الانسان كان عنده علاقه ولا كانت عنده علاقه قبل الزواج هذا نشوفه على انه شيء سلبي في مجتمع. يعني تحليل المجتمع يختلف من شخص الى اخر. اهم حاجه اللي خصك تعرف وهذا كنناشد الشخص اللي كيكون عنده هذا النبش في الماضي. النبش في الماضي كيمشي في جوج متلازمات. يا شخص كبر في العفه وما دار والو اذا ما حققتش تمشي تقلب على ديك العفه وخاصك تكون انت مسؤول على ديك الحاجه وانت من حق ترفضها. ولكن هنا كيتدخل الدين ديالنا كيقول لك الرحمه والموده وان الانسان يحاسب بما يفعل في هذيك المرحله. وهنا كتبقى مساله ذاتيه وحنا كناشدوا دائما الى الاصلاح. اما واحد الشخص هنا ثاني كندخلوا في تناقض مجتمعاتي. كيفاش واحد الشخص او مراه كانت ام رجل كيخرج وكيعيش حياه طبيعيه ديك الحاجه اللي كيلوم بها الشخص الاخر هو كان كيديرها. دونك هنا كنلاحظ يعني كان هو تناقض في الذات. يعني يكمل حتى هو بحالي تماما. نعم. وهنا كيكون اكتسب بانه بعد السلوكات يعني ما كاينش انسان في المجتمع ما كيكونش عنده تجربه علاقه من اجل الزواج او من اجل التعارف. علاقات فاشله راهي شائعه في المجتمع وشيء خصو يكون عادي. اليوم الى تفسير عندك ان معرفه شخص اخر هو عباره عن خطا هنا كيكون عندنا مشكل في مفهوم المجتمع. نعم. اذا اعاده رؤيه الاشياء وصياغه الاشياء ما هو شيء مهم. واخا هذه المساله ديال النبش في الماضي ومثلا هذا الشيء كاع وصلوا له يعني وصلوا واحد النهايه ديال العلاقه
بيناتهم وليدات باغيين يراعيو وباغيين يرجعوا الحياه يعني اللي كيف ما كانت. اول حاجه يديروها والمساله اللي نقدر نقولوا انه علاج صحي شنو يشوفوا انتغابت بيان سور بيان سور لان هو الموقف من هذه فكره نبش الماضي هو احاسيس مرضيه كتجينا لو ثيرابوت عنده القدره على انه يغير من معتقد سلبي الى معتقد ايجابي وكتكون عنده تصورات مرضيه كتقدر نعالجوها. هذا فقط علاج سلوكي اما او يقدر يكون واحد مثلا من الازواج عنده مثلا شي مشكل نفسي واللي يقدر يكون انه ضروري من اخذ ما بين قوسين ادويه. لان نتفق معك الى مشى الى 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 هذه الاضطرابات وصلت لي حتى لدرجه انها كتخلق لي عدم استقرار نفسي اللي ما كنقدرش نعيش به راه خصني نمشي عند الطبيب هذا 100%. ولو ثيرابوت كيدير لاكومبانيمون سيكولوجيك. اللي بغيت نقول هو انه كيكونوا بعض الاشياء كيجيين من قبل الزواج وما نحكمش على راسي فقط في لحظه غضب وهذيك لحظه الغضب اللي بقات كتاكوميلا اوتوماتيكمون غتوصلك الى النهايه مرضيه. المرافقه هي ضروريه ثيرابي دو كوب او انه شي على الاقل امشي عند شي انسان اللي يقدر يستوعبني كوش سوا رجل دين او احسن واحد في العائله اللي كنقدر نسمع ليه اللي غيعطيك النصيحه لان ما تحس هو غير حقيقي. وكنقولوا دائما هادشي حسب نسبه رؤيه الماضي من طرف الى اخر. نعم واش هي افكار وهميه او وهميه ولا ماشي وهميه ولا هادشي اللي نقولوا 100% يعني المهم هو ان الانسان يعني يديروا ثيرابي دو كوبل يعني من اجل استرجاع يعني علاقه زوجيه صحيه ونقدروا نعتقوا عائله اللي تقدر تعطينا استقرار في المجتمع وليدات مزيانين ان شاء الله. تبارك الله عليك كوتش حمزه الحسيني ما شاء الله عليك. اذا مشاهدينا نمر اللحظه لفقره نصائح في التغذيه. دكتور محمد دهشور مرحبا بك. مرحبا شكرا. اليوم غادي نتكلموا على المكملات الغذائيه او على مخاطر استهلاك المكملات الغذائيه. انا شفت يعني الموضوع حضرت في بالي الوقيته ديال كوفيد اللي كان الاقبال على المكملات الغذائيه بشكل ماشي غير كبير بشكل مرضي فين ما كاين شي مكمل غذائي اللي غادي يرفع عليا من المناعه كنمشي ناخذه. هو في الاصل المكملات الغذائيه علاش مديوره؟ مديوره باش غادي عندي نقص في واحد الماده مثلا هو دعم للتغذيه هو ليس دواء هو دعم للتغذيه. نقص فيتامين د عطاني الطبيب عندنا حنا الانسان المغربيه 90% نقص فيتامين دي تنمشي على حسب وصفه طبيه غادي ناخذ لا فيتامين دي 2 3 مو غنعاود التحليله ديالي. وليد صغير وليدات صغار كنعرفوا انهم عندهم نقص يعني في مجموعه ديال الفيتامين. دابا ملي كنشوفوا وليدات صغار نقص في الحديد ونقص فيتامين دي كنمشي اننا تنكملوا يعني الامور اختلفت كنمشي كنكملوهم به. هنا من غادي ناخذ مكمل غذائي من ذاتي الراسي كتبت شي مثلا انا فكرت في المراه الحامل اللي ممنوع عليها فيتامين ا مثلا ومشيت حيت جارتي ولا صاحبتي ولا هذا خداتو غادي نمشي ناخذه. هنا تندخلوا في سكون ابيل المخاطر ديال استهلاك المكملات الغذائيه. نعم هي كيف ما شرت يعني المكملات الغذائيه راه في السنوات الاخيره يعني الرقم المعاملات ديالها راه في بعض الحالات تخطى الادويه باش تشوف يعني لو دوغري ديال لامبليكاسيون ديال لي جون في هذا الشيء. الفيتامينات او المعادن ولات يعني واحد الانواع كثيره مثلا كنلقاو الفيتامينات والمعادن اللي كيتسموا لي ملتي فيتامين مجموعين في هذوك سورتو الوليدات الصغار. نعم كنلقاو لي زيكستري ديال لي بلونت دايرين حتى هما مكملات غذائيه. كنلقاو مسائل الانقاص المغنيسيوم اكثر شهره ونعم كنلقاو يعني انواع كثيره جدا من المكملات الغذائيه اللي فيها فيتامينات فيها معادن فيها امور اخرى. اللي خصنا نعرفوا من الاول هو ان الفيتامينات ما تعطيوناش الطاقه. هذه خطا شائع. عييت كنمشي ناخذ فيتامين شي واحد عيان تقول له سير خذ فيتامينات. الفيتامينات ما كيعطيوش الطاقه هما فقط ديال الصباح على راس فيتامين سي مثلا ما كيعطيوش الطاقه. هما جزيئات طبيعيه كتدخل في تفاعلات فيزيولوجيه في وسط الجسم ديالنا. فقط الفيتامينات ديال المجموعه بي هما اللي كيدخلوا في تفاعلات انتاج الطاقه. دونك ملي ما كيدخلوش في انتاج الطاقه علاش كنمشيو كناخذهم؟ كناخذهم باسكو عندهم هذه السمعه هذه. الفيتامينات فيهم جوج ديال الانواع، فيهم اللي كتذوب في الماء وفيهم اللي كتذوب في الدهون. اللي كتذوب في الماء هو الفيتامين سي والجروب ديال الفيتامين بي. هادو ملي كناخذهم منهم واحد الكميه اللي كناخذ المغنيسيوم معدن ملي كناخذهم منهم واحد الكميه ليس فيتامين. نعم ملي كناخذهم منهم واحد الكميه الجسم ديالنا كياخذ الاحتياجات ديالو والفائض كيتخلص منه. الفيتامينات الدائبه في الدهون ملي كناخذهم فعلا الفيتامين دي ا او وكا هادو دائبه في الدهون ملي كناخذوا منهم واحد الكميه معينه الجسم ديالنا كياخذ الاحتياجات ديالو وكيخزن الفائض في الدهون ديال الجسم على مستوى الدهون ديال الجسم. نعم ما حدنا كناخذوا يعني ما كيتخلصش منهم ما حدنا كناخذوا في هذه الكميات ديال الفيتامينات ما حدنا كنجمعوا في هذا الدور حتى كنوصلوا لواحد الجرعه سامه اللي ممكن تسبب لنا مشاكل صحيه. الا خدينا مثلا الفيتامين دي
فيتامين دي تقريبا كلشي كارونسي اون فيتامين دي، ولكن الاخذ ولا التعاطي العشوائي للفيتامين دي ممكن يتسبب لنا في ارتفاع نسبه الكالسيوم في الجسم اللي اثر لنا على الكلي. الفيتامين ا عند المراه الحامل، الفيتامين ا ماشي عند المراه الحامل، الفيتامين ا الا خدينا واحد الجرعه معينه ممكن تسبب لي وتعرضنا مثلا لاشعاعات الشمس ممكن تسبب لنا في سرطان الجلد، ممكن تسبب في سرطان ديال البروستات عند الاشخاص المدخنين. كاين امر اخر اللي هي ليزانتيراكسيون مع الادويه، التفاعلات مع الادويه. كاين اشخاص كياخذوا 4-5 ديال المكملات الغذائيه في اليوم وتيكون عندهم امراض مزمنه كياخذوا معها ادويه. واخا على من تقع المسؤوليه دكتور؟ على بما انني انا غادي نمشي عند لافارماسي نقول لها بغيت غادي تخلص مني بدون مشكل. هي المشكل خصنا نحسوا الناس، لان المكملات الغذائيه ما عندهاش نفس ستاتيو ليغال بحال الادويه، ما يعني ما كتعطاش بالاوردونونس، كتعطى بشكل يعني مقنن، ولكن اي واحد ممكن ياخذ. الناس خصهم يعوا ان الا ما كانش عنده نقص في شي ماده ما خصوش ياخذها، وماشي عييت خصني نمشي ناخذ فيتامين، خصني نعرف منين جايني العيا. باش نعرف راسي عندي نقص في شي ماده غنمشي ندير التحليله بعدا، هي الطبيب نمشي عند الطبيب ديالي هو اللي يحدد لي منين جايني هذه العيا، حيت العيا وخذ فيتامين وراه ما يحلكش المشكل. الا كان عندك العيا جاي من حاجه اخرى وانت كتغطي عليها بالفيتامينات، هذه مشكله اخرى. يعني حنا لا نعالج السبب، كنعالج فقط الاعراض، هذا هو المشكل الكبير. دابا المشكله حتى الاعراض، الفيتامينات ما كيعالجوهمش، يعني غير فقط كناخذهم غير يعني. دابا هو في البال شنو؟ واللهم كومبليمون ولا دواء، هذا هو الفكره. هذا هو المشكل، على خاطر بعض المرات راه لي كومبليمون علاش كنستسهلوا الاستعمال ديالهم وكنستعملوا كميه كبيره، كاين اللي كياخذ 4-5 في النهار، كاين واحد المشكل اخر اللي هو كنلقاو نفس الجزيئه كاينه في 4 ديال المكملات الغذائيه، ولا ما كنردش البال كناخذهم ب4 في النهار. عند بالي انا بحال فيتامين سي مع الملحه مثلا، الملحه، لكن امور واحده اخرى اللي كتجمع، يعني ممكن فاسيلمون نوصل لهذيك الجرعه اللي تسبب لي مشكل. كاين امر اخر هما لي زيكسيبيو، باش مصوبين هذوك المكملات الغذائيه، باش كيديروهم على شكل جيلول، على شكل كومبريمي الى اخره، بودغ ولا لا بودغ. راه الا خديت 4-5 ديال المكملات الغذائيه في النهار زائد واحد 3 ديال الادويه ديال الامراض المزمنه مثلا عندي، راه ممكن نوصل لواحد الجرعه كبيره ديال هاد لي زيكسيبيو اللي ممكن يضروني على مستوى الكلي، ممكن يضروني على مستوى الكبد الى اخره. التسمم هو الاخراني يقدر يوقع لي تسمم. يعني هاد المكملات الغذائيه وهاد لاكسي ليها اللي ولا يعني بشكل عشوائي كبير، يعني ممكن يسبب لنا في امراض كثير ومشاكل صحيه، يعني اللي ممكن من بعد حتى الادويه ما تنفعنيش فيها. راه كاينين بعض لي كارونس اللي خاصنا نعطيو فيهم المكملات، ولكن الطبيب هو اللي كيحدد. المراه الحامل كيخصها لاسيد فوليك مثلا، فيتامين بي 9 او الفيتامين بي 2 حتى هي، واش غادي تمشي تاخذها راسها من لافارماسي؟ امبوسيبل. علاش؟ لانك كتخاف على صحتها وعلى صحه الجنين. فملي كنكون ما عندناش هذه الوضعيه ديال المراه الحامل، فكنستسهلوا استهلاك هذه المكملات الغذائيه. كاينين دي سكوندال كل مره كنسمعوهم كيوقعوا مثلا في العالم كامل على هذه المكملات الغذائيه، مؤخرا فيتامين دي. فيتامين دي مؤخرا في اليابان كاين واحد سكوندال على واحد المكمل غذائي فيه شامبينيون، يعني كيتستعمل لانقاص الوزن، وهذه المكملات الغذائيه ديال انقاص الوزن هادو موضوع اخر، لان ولا فيهم واحد لابو كبير بزاف، ومع هذا الانتشار ديال الذكاء الاصطناعي ممكن اي واحد يبيع منتج على الانترنت وما عارفينش حتى شنو فيه، شنو هو المكونات ديالو، ولا السوق منين جاي. علاش؟ لاننا كنستغلوا الحاجه ديال الناس لانهم يقلبوا على واحد الحلول سريعه للوزن، وهذه مشكل كبير جدا. دونك كاين بعض الاحتياطات اللي خص الانسان ياخذهم، ما ناخذ مكمل غذائي حتى نشوف شنو هو النقص اللي عندي. راه الرياضيين المحترفين واللي كيحتاجوا بعض الاحيان المكملات مثلا البروتين اكسترا، راه ما تتعطاش لهم غير هكذاك، تنحاولوا ما امكن نشوفوا شنو هو النقص اللي عنده عاد كنكومبونسيوه مكمل غذائي ولا دواء. كاينين بعض الامور بحال دابا الفيتامين دي اللي كتكون ناقصه بزاف، راه ما كنحتاجوش مكمل غذائي، راه خصنا دواء، راه خص الطبيب يكتب لي دواء ديال الفيتامين دي، ماشي مكمل غذائي. الحديد ملي تيكون الحديد مثلا ناقص بزاف في الجسم ديالي، راه مكمل غذائي ما غايدير ليا والو، دونك خصني دواء. دونك بلاصه ما نمشي ناخذ مكمل دواء وهمت يعني لابور ديال التغذيه اللي هو كيبقى اهم. طبعاً. اهم. علاش كيتسموا مكملات غذائيه؟ يعني تكمل الغذاء ديالي. نعم. شنو هو الفرق ما بين مكمل غذائي ولا فيتامينات في واحد الكومبريمي وما بين فيتامينات كاينين في غذاء طبيعي؟ الفيتامينات اللي كاينين في غذاء طبيعي معهم الياف، معهم بوليفينولات، يعني مجموعه ديال الامور اللي كتسمى لي في ماتريس. هذوك المجموعه ديال الامور شي كيساعد شي فوالا سو كومبليت، يعني شي كيساعد شي على الامتصاص، شي كيساعد شي على الجرعه كتكون فيهم طبعا الجرعه ناقصه بزاف، يعني ما كاينش فيها خطر. ومنين كيكون عندي كارونس عادي يمكن لي نكمل بمكمل غذائي تحت مراقبه طبيه. راه هذا الاستعمال العشوائي ممكن يوصلنا لمشاكل صحيه خطيره جدا، والناس كيستسهلوا
استهلاك المكملات الغذائية. يعني واخا تشوفوا الإشهارات بزاف عليهم، كاينين بعض الأنواع ديال المكملات الغذائية عندهم رقابة دكتور. أنا راه كندور تلقى إشارات تتطيح لك فكرة في راسك، فيتامين تلقى الإشهارات حتى لا سوق ما تتعرفش. واش أنا غادي نلقى في سوغ انترنيت واحد المنتوج اللي ما عارفش شكون كاين داغيغ، ما عارفش المسار من جاي، ما عرفش واش تحترمات لاشين دو فخوا، ما عارفش مع بزاف المسائل، وغادي ناخذوا وحتى الثمن غيدير لي الثمن اللي بغى، وغادي نخلي لا سوغسيغ اللي هي لا فارماسي والبارا فارماسي. راه هذا السيركوي ليغال، حنا كنهضروا دابا في السيركوي ليغال وفيه مشكل. دابا الا مشينا للسيركوي اللي ماشي ليغال، راه هذاك المنتج شنو فيه؟ راه تقريبا في هذه واحد الشهر خرجت واحد الدراسه في فرنسا على دوك المكملات الغذائيه ديال الرياضيين البروتينات. ناض واحد اللابوراتوار حاول يشوف واش داكشي اللي مكتوب في الغلاف ديال العبوات هو اللي كاين في المنتوج. لقاو مفاجآت كبيره، كاينين دوك البروتينات اللي كياخذوا الرياضيين كيقولوا مثلا مكتوبه فيه 90% ديال البروتين اللي كيتسمى الوي، لقاو فيه 14% فقط، الباقي شنو فيه؟ دونك راه نفس الوزن، راه نفس الوزن، راه فيه 2 كيلو، دونك الا فيه غير 14% ديال البروتين، الفرق شنو في شنو داير هذاك؟ شنو هو؟ شنو هو؟ مناش مكون؟ مناش مكون؟ راه مشكل كبير. يعني راك كتاكل شي مصادر ديال جزيئات كيميائيه اللي راك ما عارفهاش. دونك هنا يعني مشكل ديال المراقبه. طبعا مشكل ديال المراقبه، وهنا فين كاين السيركوي انفورميل، يعني كيدوز البرودوي كيدوز بعض يعني الطرق مسارات يعني غير قانونيه. اما ملي كنمشي كناخذ منتج عليه مرجع، يعني عليه ذاك لوتوريزاسيون ديال لا ديريكسيون ديال ميديكامو ديال فارماسي او ديال لونسا، يعني على الاقل كاين واحد تراسابيليتي. نعم كاين واحد تراسابيليتي، لو وقع مشكل كيمشيو يجبدوا اللو اللي فيه المشكل كيعرفوا شنو كاين. اما لو سيركوي انفورميل اللي ما كاين، يعني ما كاين عنده حتى شي تراسابيليتي، كتكوموندي من الانترنت كيجيبوا لك ليفرور للدار. اكيد حتى السميه ديال الشركه كاين داغي ما كتعرفش، كتعرفش حتى السميه ديال الشركه. الا بغيتي توصل ليها، الا بغيتي توصل للشركه اللي نتجات ذاك المنتج، صحيح ما عندكش دير. دونك ما غاديش دير وقع لك مشكل. الا وقع لك مشكل فين غادي شنو غادي تقول؟ يعني شكون اللي باع لك المنتج؟ كلشي غادي يقول لك ما يعني ماشي انا. هنا كتعرض الصحه ديالك للخطر. يعني المكملات الغذائيه نعم كتحتاج في بعض الحالات خاصه، ولكن الاستعمال بوصفه طبيه دائما مشي عند الطبيب. انا صحتي راه ما نلعبش بها، لان كيما كناخذ الدواء باش نعالج مرض، راه ممكن ناخذ مكمل غذائي باش نعالج به حاجه اخرى. وممكن انني نمشي ناخذ من ذاتي الراسي نولي خاسر كثار من داك الفلوس اللي ما مشيتش دوزت على الطبيب. يعني سان فو كالكول. الا جينا مثلا نشوفوا كاينين شكون فينا عارف مثلا باللي راه الحاله ديال الكلي ديالو مزيانه 100%، الا ما كانتش شي تحاليل ما درتيش تحاليل. انت كتجيو كتاخذ واحد الكميه معينه من واحد المنتج بواحد الماده اللي ممكن تدمر لك الكيلي ديالك، وانت الحاله ديالهم راه فراجيل غير مازال ما بانتش لك. يعني كتسرع البروسيسوس دغيا، ممكن تطيح في الفشل الكلوي. دونك انت كتعرض راسك للخطر بهذه الطريقه هذه، يعني خصوصا الكيلي عضو نبيل، وتنعرفوا ان الكلوي الا مرضوا الكبده ايضا، الكبده ايضا ممكن تجي كتجمع لنا السموم. يعني يحاولوا يعني الاعضاء النبيله خصنا نتهلاو فيها، وهما اللي دابا المشكله هما اللي كيخلصونا من السموم في الجسم. فاش كندير وكنزيدو ما نمرضوهمش، اونكومبريوهم اكثر. شكرا لك دكتور محمد أدهشور على التوضيحات يعني الجد جد مفيده. مشاهدينا نمر للحظه لفقره امراض وحالات. دكتور من عبود السلام عليكم. مرحبا بك معنا. شكرا على الاستضافه. الله يبارك فيك. اذا دكتور اليوم غادي نتكلموا على مرض شلل الرعاش، او المعروف اكثر بالفرنسيه مرض باركنسون، اللي هو حاله دماغيه يعني للاسف زمان كنا تنسموا انها كتصيب كبار السن. للاسف ملي تنشوفوا حتى الصغار كيتصابوا بها. كتعطينا مجموعه ديال المشاكل، على راسها مشكل في اللغه يعني في الكلام، حركات لا اراديه، تقلصات عضلات، تشنجات، هذوك كلهم يعني من الاعراض ديال باركنسون. اللي للاسف ملي غنكون انا في العائله ديالي هذوك التصرفات ديالي غادي يوليو بالنسبه لافراد العائله غير مفهومه، ويقدروا يفهموني غلط. ياك دكتور؟ اكزاكتومون. الوغ بور لا مرض باركنسون اللي تبدا بالدارجة معروفه بمرض باركنسون اكثر من شلل الرعاشي، هو مرض من ضمن الامراض مجهوله السبب، تادير سي باثولوجي نوروديجينيراتيف اللي كتقص لنا واحد الخلايا. داك باقي الامراض يعني الاخرى نوروديجينيراتيف. نعم دي باثولوجي نوروديجينيراتيف كتقص لنا واحد الخلايا ديال الدماغ. هاد الخلايا كيصيبها ضمور او لا كتبقى تموت تدريجيا، هي تنسميوها بلي نوايو غري سونترو او الخلايا السوداء. الدور ديال هذه الخلايا هو افراز واحد الماده اللي هو ناقل كيميائي او نورو ترانسميتور. هذه الماده للاسف ما هي مسؤوله على جميع الوظائف
اللي كيقدر يديرها الجسم، ماشي غير الوظائف اللي هي معروفه اللي هضرتي عليها دابا اللي سميتها لا دوبامين. هذه الماده كتدخل لينا في الحركه، كتدخل لينا باش ما يكونش عندنا تشنجات، كتدخل لينا في القناة ديالنا، كتدخل لينا حتى في الوظائف ديالنا. هي اللي كنقدروا اننا نصوموا، كنقدروا كديروا لي سبور ولا شي حاجه exactly. يعني كنرفعوا من مستوى هو هرمون الدوبامين السعاده ولا تقولوا نعم. مي لا دوبامين واحد من هرمونات السعاده اكزاكتومون نعم. مي لا دوبامين عندها واحد الوظائف متعدده، داكشي علاش المريض فاش كيجي عندنا يقدر يجي عندنا بهذا الاعراض، يقدر على حسب البدايه ديال نعم. ديال المرض. وإلا سمحتي دكتور قبل ما غادي نعرفوا كيفاش كنتعرفوا على مرض الباركنسون، لانه يقدر يكون كيشير اعراض تشير لمرض اخر ما هو الا مرض من غير الباركنسون. نشوفوا الحاله اللي معنا اليوم. صابت مرض الباركنسون في 2015 وعانيت من هذا المرض واحد المعاناه شديده، كنت نعيش حياه طبيعيه، ومن بعد ما تصابت بمرض الباركنسون خلات عندي الحركه وليت نشعر بالارتعاش على مستوى الجانب الايسر في الاول، وانتقلت دابا الارتعاش الى الجسم الكامل. لما شربت الدواء ما تنقدرش نتحرك، لدرجه انني تحت لي تصلب على مستوى الاطراف كامله وما تنقدرش نتحرك، والحمد لله. إذن دكتور بن عبود، بعد ما شفنا الحاله اللي معنا اليوم، حاله ديال الانسان باقي شاب بعدا، يعني احنا دائما تنقولوا باركنسون كنربطوه بالسن، احنا عندنا حاله ديال الانسان اللي مازال شاب. جوستومون نورمالمون نعم. المرض الباركنسون كيصيب الرجال اكثر من النساء وفوق 50 سنه، يعني ما بين 50 و 60، افون سيتي سورتو ابخي لي 60، مي سكي كلاسيك اونتر 50 و 60، مي دابا ولينا كنشوفوا الحالات المبكره اللي كتبدا في سن مبكر اللي كتكون عندها علاقه مع الوراثه غالبا، واخا ما كيكونوش حالات معروفه، مي كيكونوا حاملين واحد لو جين اللي على اساسه تكون عليه هذا المرض الباركنسون. اذا الباركنسون بحاله بحال الزهايمر بحال زوطخ مالادي نيورو ديجينيراتيف، الوراثه تدخل يعني بواحد الشكل. اكزاكتومون نعم مفهوم. اذا كيف مش في الحاله اللي معنا اليوم، كما قلنا ان السيد منين عرف انه مالادي ديال الباركنسون ولا كياخذ الدواء ديالو، على تالي هذاك الاعراض الجانبيه ديال الدواء خلاته يكون انسان يعني غير مفهوم من طرف الزوجه ديالو للاسف، وهذا الشيء اللي خلى انه للاسف انه يطلقوا. اكزاكتومون. هذا المريض مادام بداه المرض في سن مبكر، واخا نهضروا شويه على العلاج دابا باش نفهموا علاش الفكره ديالك. هو ملي كيبدا المرض في سن مبكر كاين واحد النوع ديال العلاج اللي كنعطيو اللي هو لاغونيست دوبامينيرجيك اللي كيلعب لنا على لي ريسبتور، وكاينه لا دوبامين لا ال دوبا اللي كنعطيوها في واحد السن معينه. هو كان من الناس اللي خصنا نبداو لهم لاغونيست دوبامينيرجيك. ملي بدا هاد لاغونيست دوبامينيرجيك للاسف عطاه اعراض جانبيه اللي هو ما بحش بها الطبيب ديالو، ما قالوش، لان واخا كان كيسولو الطبيب ما كانش كيصرح له بهاد الاعراض الجانبيه، وهاد الاعراض الجانبيه عطاته واحد التصرفات، وهذيك التصرفات ولات غير زعما مفهومه عند الزوجه ديالو، بحيث خلقات له واحد المشاكل زوجيه اللي هي كبيره واللي ادت حتى للطلاق. نعم للاسف. اذا باش نعرفوا تكونوا اكيدين بانها واحد المرض ديال الباركنسون، دابا الا بغيتي الى مثلا يعني توجهنا للاسر اللي عندهم واحد المريض اللي ما فهموش بالضبط شنو هي الحاله ديالو، كيفاش نقولوا غادي يجيو بعدا عند طبيب الدماغ والاعصاب والعمود الفقري، وما غاديش يمشيو مثلا عند طبيب العظام مثلا ولا طبيب، واش فهمتيني اش بغيت نقول؟ يعني العلامات هي تختلف. هي المريض كيقدر يبدا عند الطبيب العام، يقدر يبدا عند الطبيب الغوماتو، لان الاعراض كما قلتي تختلف. هو تشخيص كلينيكي بالنسبه للباركنسون، هو تشخيص تنعرفوه بالاعراض الكلينيكيه، ماشي تشخيص اللي كنعطيو برادويات ولا فحوصات، هذوك كنحتاجوها الا بغينا نحيدوا ما يشابه الباركنسون. واخا ابرز اعراض الباركنسون ديالو بوحدو كاين ثلاث اعراض اللي هي لاكينيزي. لاكينيزي هي نقصان تعابير الوجه او برسك تنعدم، كيولي ان فيزاج نقدر فيجي، نقدر ان باسون اللي داخل من الباب ديال داخل عندي
تنقدر نقول هذا المريض راه غنلقى عنده الباركنسون باسكو عنده واحد الملامح خاصه به كتنقص دوك التعابير ديال الوجه كتنقص. كيف ما كتعرفي مثلا واش ضحك ولا كيولي لو فيزاج فيجي ملامح. دابا انت ملي كتهضري الملامح ديالك كتحرك هو كيكون عنده الملامح الوجه يعني حتى التعبير ما كاينش التعبير فوالا ما كاينش تعابير الوجه كتنعدم او لا تقل. عندنا تصلب يعني تيولي عندنا خشونه تشنج وكيكون داخل واحد الذراع ما كيكونش عندنا لو بالونسمون ديال لي مونب سوبيريور يعني واحد الذراع كتحسي به لاصق في الجسد وكيحرك واحد الجهه كتحرك هذا الثاني. والعار الثالث هو الرعاش اللي هو في الحقيقه هو الاول واللي كيكون كثير اللي هو رعاش على الرعاش ترعيده هي الترعيده اللي كتبان اوغوبو يعني عندها الراحه وعندها ترعيده ديال باركنسون. هي ترعيده عندها واحد الميزه اللي ريتميك كتكون ما بين لو بوس اي لاندكس وكتكون بحال تسبح يعني لو غول دي غولمون دي شابلي كيكون هذا الموفمون كيدخل عندك بهذا الموفمون هذا سي لو باسون كلاسيك هذا سي لو طابلو كلاسيك باركنسون. ولا يقدر يجي عندك غير الرعاش فهمتي حتى فاش كدوز هي الحاله تختلف يعني. على حسب امتى بدات ولا مرضي حيت غالبا في اغلبيه الاحيان كتبداهم يقدروا ينيجليجيو بعض الاعراض يقدر ما يقول لك لا غير عيا راه بديت كنعيا تقلت لي الحركه يعني ما كياخذوش بعين الاعتبار حتى كتولي مزعجه اولا العائله اللي كتلاحظ التغيرات على المريض واللي كتجعلهم باش يجيو يشوفوا الطبيب كما قلت لك سواء الطبيب عام او الطبيب الغوماتو لان تقدر تبدا غير بالم تشنجات كتعطينا او تصلبات كتعطينا الالم وهذاك الالم فين غيمشي عند الطبيب ديال العظام والمفاصل. هذا الشيء اللي قلت لك يعني باش غنعرف فين غادي نمشي يعني على حسب الاعراض الاولية ملي كيكون رعاش بيني وبينك التوجيه الطبيب العام يعني الاتجاه الاول هو الطبيب العام يكون ميو اونكور طبيب العائله ميدسان فامي زعما كيلعب دور كبير في التوجيه وفي ربحوا الوقت والمريض والامراض تتشخص في وقت وجيز لان تيبانوا له العلامات الاوليه وكيكون هو عنده واحد الدرايه بحكم بانه طبيب عام وتيصيفط له. بالنسبه للحالات اللي كنشوفوها كتجي عند النورولوج سيغتو الحالات اللي فيها الرعاش هذيك اللي كيسبقوا لو ترومبلومون تعرفوا بان كاين مشكل في الدماغ كيجيو عند. اما ملي كيكون البدايه بالتصلب هذاك غالب الاحيان كيبدا بالطبيب ديال المفاصل والعظام. هو للاسف يعني كالامراض الاخرى اللي تنتسمى نورو ديجينيراتيف فالادويه ما كايناش يعني ادويه اللي غادي تشافيني ولكن فقط غادي تحسن ليا من الاعراض وغادي تعطل ليا مثلا التطور ديال الاعراض. دكتور هو مرض ما عندوش شفاء مي الادويه المتوفره الحمد لله ولات عندنا في المغرب اغلبيه الادويه اللي كتكون متوفره في العالم هاد الادويه كتخفف بحد كبير الاعراض ولا لا كاليتي دو في ديال المريض ديالنا واكثر هي خديناها بواحد الطريقه مقننه. دابا المشكل عند مرض الباركنسون هو مرض سهل العلاج يعني نقدروا نعطيوه في الاول لاغونيز دوبامينرجيك ولا لا دوبامين كيبداو الاعراض كيتحسنوا والمريض كيفرح ولكن كاين واحد النظام علاجي اللي خصنا نحترمه باش ما يكونش لنا مضاعفات باش داك الدواء يبقى يقضي فينا واحد المده طويله. بالنسبه للعلاج كاين علاج بالادويه وكاين علاج من غير الادويه اللي كاين حتى الترويض اكزاكتومون هذا هو الطبيعي علاج طبيعي. لكن زي ثيرابي عندها دور كبير دايوغ داروا دراسات خداو مرضى اللي داروا الدواء وغير بالادويه ومرضى ادويه وعلاج طبيعي لقوا بان الجروب ديال المرضى اللي استفدوا من العلاج ومن لاكيني تحسنوا اكثر من المرضى اللي الدواء بوحده فوالا دونك حنا كنشجعوا الدواء اي ترويض لكيني وحتى خص يكون الانسان عنده واحد نشاط يومي الانسان ما يكونش منعزل لان دائما حنا كنربطوا هذه الامراض يعني بكبار السن اللي تيكونوا صافي ياخذوا لا غوتخيت ديالهم يا ما خدموش يعني متزاويين الاولاد ديالهم تزوجوا بوحديتهم في الدار يعني الاقصاء الاجتماعي ديال هاد الناس هو اللي ما تنبغيوش. ونقطة مهمة سمح لي معها هي بان هاد المرضى ما كتكونش عندهم البادرة كتنقص لهم ديك البادرة ذاك لونفي دو سوغتيغ دو مارشي ديك البادرة الاولى هي من ضمن الاعراض ديال المرض ما كتبقاش البادرة دونك هذا الدور ديال لونتوراج باش كيشجعوهم باش يخرجوا. واكيد ان مريض الباركنسون ما يقدرش يبقى بوحديته انا كنعرف ان ضروري واحد من الاسره يا البنت يا الولد يا مهم الزوجه اللي هو تيتكلف بهذاك المريض ما يبقاش بوحديته لانه كيبقى من الامراض الصعبه نوعا ما. اخر سؤال دكتور علاقه الباركنسون بالخرف
بون الخرف كاين علاقه دايوغ مرض الباركنسون هو من الامراض اللي تقدر تعطينا الخرف ولكن متاخر حيت شتي ان باسيون جا عندك عنده الاعراض وعنده الخرف عرفي بان عنده متلازمه الباركنسون ماشي مرض الباركنسون كاين لي سيندروم باركنسونيان وكاين مالادي الباركنسون ايديوباتي لي سيندروم باركنسونيان فيهم واحد الاعراض تسموه حنا لي درابو روج كنقلبوا عليهم في الفحص السريري هذوك لي درابو روج الا بانوا لك في الفحص الاول اولا في الفحص الثاني ولا الثالث كتصنفوا بان عنده متلازمه الباركنسون هنا الخرف عند الباركين مالادي الباركنسون ايديوباتي كيكون في واحد المرحله متاخره وكيكون واحد النوع ديال الخرف اللي كنسميوه لا ديمونس سوكورتيكال ماشي هي لا ديمونس اللي كنشوفوا في المرض الزهايمر او دوطخ الامراض الخرف كنشكرك على التوضيح الدكتور بشرى بن عبود انت اخصائيه في امراض الدماغ والاعصاب والعمود الفقري جيتينا من مدينه سلا شكرا لك اذا نمر اللحظه لاخر فقره وفقره الديكور وحلول لالا امل احماس مرحبا بك معنا الله يبارك فيك نها انت اخصائيه ديكور وايضا مهتمه اخصائيه طاقه المكان اللي هو موضوعنا النهار اليوم وبالضبط غادي نتكلموا في هذه المساله ديال الطاقه على الاضاءه اللي اغلبيتنا حنا يعني ما عطيناش يعني واحد القيمه كبيره في المنازل ديالنا تدخلي للدار غادي تلقاي ضوء صفر ضوء بيض ضوء بيض مثلا في لي سال دو بان ضوء صفر في لو سالون هذا يعني ما تنعرفوش يعني القيمه ديال الاضاءه ولا كيفاش انها ممكن انها يعني تاثر لنا على النفسيه ديالنا فهذا للاسف من المسائل اللي احنا مازال ناقصانا وهادشي اللي جينا نتعرفوا يعني عليه معك لالا امال مرحبا بك مرحبا الوغ ملي كنهضروا على طاقه المكان كنهضروا على واحد الحاجه اللي هي علاقه ما بين الساكن يعني الشخص اللي في الدار وما بين الطاقه ديال الدار حنا كنحاولوا ما امكن ان هاد جوج الناس يكونوا في واحد انسجام باش المردوديه ديال الشخص تكون احسن باش الراحه ديالو تكون اكثر باش يكون في واحد العطاء اللي هو احسن لان وباش يكون في دارو مع وليداتو يكون بصحه جيده ونفسيه مرتاحه لا لان فين كنتشارجا لا باتري هي الدار حنا كنخواو كنرجعوا لدارنا كنبغيو نتشارجاو وكنبغيو نرتاحوا يعني خصني نرتاح حتى نتشارجا كي قلتي يا مها دونك هاد جوج حوايج بجوجهم ما ساهلين شوف هاد جوج حوايج احنا فاش كنصوبوا كمهندسين ديكور او لا الظاهره اللي كاينه هو ان الناس كيهتموا بالماده اكثر ما كيهتموا بالروح دونك حنا كنحاولوا ما امكن واحد الطريقه اخرى اللي هي يكون واحد التناسق بين هذا الروح البيت وهذا الراحه اللي فيه زائد الصلابه زائد الديكور زائد الشكل هادشي كله نحاولوا نجمعوه انا دابا اللي فهمت هو بما انك مهندسه ديكور يعني بان لك ان علم الطاقه تمام. هو مكمل تمام. يعني الوظيفه ديالك تماما واكيد مع بليته الحب حتى هو كاين حب المهنه نتكلم دائما على الطاقه واخا واش الاضاءه عندها علاقه بالطاقه الايجابيه والسلبيه عندها هي الا كان اي حاجه فيها خلل راه كيولي سلبيه انت دويتي على بولا صفراء بولا حمراء بولا نوفوات بولا سيوات بوتيتر يعني وحده كتعطيني اضاءه اكثر وحده اضاءه قليله وفي نفس المكان كتمشي باش تقضي بعد البولا تيقول لك بغيتي البيض ولا الصفر ما تيقول اليوم غنشرحوا لهم داك البيض وداك الصفر وداك وكل حاجه فين غتكون غندوز ليها شويه من الفونك شوي باش نوزعوا الفضاءات اللي عندنا في الدار واللي هو علم الطاقه ملي كنهضروا في الفونك شوي من الاسس ديالو طاقه الين واليانغ اللي هو ذاك الرمز اللي كنلقاو فيه نقطه بيضاء في نص الدائره الكحلة واللي معروف لان هذاك من الاسس ديال الفونك شوي حتى هو لان كنا فينا الظلام وفينا النهار فينا الشر فينا الخير فينا الانسيابيه وفينا القسوحيه دونك في كل شيء اللي كيحيط بينا وفي ديورنا وفي تصرفاتنا وفي الحياه ديالنا اوكي ملي كنجيو للدار كنقسموها حتى هي كاين الين اللي هو طاقه الانوثه والانسيابيه هي طاقه الماء برافو عليك دونك اي حاجه كيكول اللي كتمشي وطاقة الذكورية طاقة الصلابة التكتل الحوايج اللي هما قاصحين اللي هي اليانغ اوكي دونك حنا امتى كنحتاجوا هاد الطاقة اليين كنحتاجوها في بلاصة الراحة النعاس ديالنا يعني لا شومبغ كوشي لا شومبغ توت لي شومبغ كوشي كلهم اللي في المنزل ديالنا وديال الوليدات الوليدات غنرجعوا لهم لان الوليدات حيت الوليدات كتلقى البيت فيه بزاف ديال لي زون
خصنا فاش نكونوا كنقادوا التصميم ديال هاد الغرفه نفرقوا ما بين زون وي زون جوغ، لان الدري غيقرا في بيتو غيلعب في بيتو غينعس في بيتو، ما خصنيش نهبط ليه الطاقه ديالو من يجي يجلس في البيرو ديالو يلقى راسو في الطاقه الانسيه بيد ليا. فوالا خاصو فاش يجلس في البيرو خاصها تكون حتى لا لوميير مساعده، فوالا هذه ديال التركيز، فوالا ماشي با لوميير طاميزه مثلا اللي غينعس بها ويرتاح فيها. دونك هذه شويه كتكون صعيبه ولكن حتى هي عندها لي زاستيس ديالها. دونك قلنا يعني نقدروا نديروا جوج ديال الاضاءات في في برافو عليك شونغ. برافو عليك، يعني كتكون واحد الحاجه اللي موجهه لواحد البلاصه اللي هي لو بلان، البلاصه اللي كيقرا فيها ولا المكتب ديالو، تكون واحد الاناره اللي هي مجهده ولوميير دو جور سورتو، يعني 400 كيلف 4000 كيلفن 4000 كيلفن هي اللي نختاروا لهذيك البلاصه. يعني الضوء ديال سيدي ربي باش ما يحسش به بيض اثر عليه يعييه، حيت الضوء الابيض بزاف متعب كيعييه، والصفر كيرخي. دونك سي انا نخليه في واحد لينيرجي اللي هي متوازنه، ماشي بحال كي قلنا غرف النوم اللي غنمشيو لهم بواحد الطاقيين اللي غنمشيو حتى ل 1700 ما عندناش مشكل. كيلفن اللي واحد الاناره صفراء او لا صفراء شويه، وحنا غاديين من ديك 4000 وحنا نازل حتى ل 1700 بتدرجات، بحال 4000 هي الوسط وحنا كنمشيو على اليمين في الضوء الصفر وكنمشيو على اليسار حنا كنطلعوا في الضوء الابيض حتى كنوصلوا 8000 كيلفن اللي هو اندستريال صناع، يعني ديال الصناعه بحال لي بانيل، بحال لي بانيل ايفيكتيفمون بحال لي بانيل اللي هما مصوبين غير بليليت، حتى هما راه فيهم البيض. هادو انا دايرهم في لي سال دو بان هادو. برافو عليك. والله عرفتي علاش؟ ولكن عرفتي استاذه راه هذاك الضوء ديالهم بعض المرات راه كيندمك. كيعييك، كيقلقك في شي لحظه. اذا تخيل انت باش تحط واحد الانسان يقرا ولا يضل في واحد البلاصه اللي كلها هذاك الضوء. راه واحد الوقت مازال تكون في بلاصه الخدمه راه غادي يدوز 8 السوايع يخرج. ولكن جا للدار ديجا عيان من ذاك الضوء اللي ضل فيه، وغادي ثاني يدخل للدار ويبقى في هذيك الاناره، راه واحد الوقت عصب تعصب يقدر توصل لواحد الحاله نفسيه اللي هو ما عارفش علاش، سوا يتقلق سوا ينعس بزاف سوا ما عارفش السبب اشنا هو. كله سي تاثير المكان، تاثير المكان والاناره دابا حتى هي في المكان اللي انك تحكم عليه بزاف. دونك قلنا مثلا مشينا لغرفه الجلوس، تما غادي خصنا تكون عندنا واحد الاناره اللي هي ثاني ديال يعني متوسطه اللي هي 4000 اللي دوينا عليها كيلفن، اللي هي واحد يعني الضوء ديال النهار، ولكن نقدر نستعمل واحد الضوء كي قلتي طاميزي يعني انديريكت في واحد البليصه واحد لاباجور اللي دابا سيغ دابا راه ولاو تبارك الله كتلقى مثلا لي صالون راه ما فيش راه كله بلا ليد، وعاد تلقى الوسطريه يعني بزاف فوالا يعني، وتقدر تشعل وحده تقدر تشعل لي ليد بوحدهم تقدر لي سبوت بوحدهم فوالا، يعني هادشي ولينا تنلعبوا فيه يعني كنقدروا اننا ولكن بمقدار. راه دابا ثاني كاينه واحد الظاهره راه غيبقى يستف ليك لي سبوت، ما حاسب شحال لي واط كاين في ليسباس، راه خصنا نحسبوا شحال لي واط خصنا في هذاك ليسباس، واش غنستعملوا بولات مجهدين لان كاين هذاك فوليوم واحد الحجم في واحد المتر كوب. نعم خصنا نعرفوا شحال الاناره يعني حجم يعني هذاك مثلا هذاك المكان اللي بغيت نضويه انا، حيت اي حاجه فتحدها راه كتولي متعبه وكتاخذ لك من الطاقه ديالك، الا ناقصه غتاخذ لك والا كثيره غتاخذ لك لان غتعييك وغتقلقك. دونك خصني نمشي بواحد الطريقه علميه ونبقى يكون عندي واحد الوعي ان ماشي كاع اللي داروه لي الناس غنحطوه في داري اللي هو هكذا باش كنفهموا شي حوايج، وندير مصادر ديال الضوء مختلفه ماشي من نفس البلاصه، ماشي ضروري كلها من السقف. احنا لعبنا على السقف بواحد الضوء اللي هو ديال لوميير دو جور كي قلنا في البلاصه فين كنجلسوا، نمشي ندير واحد المصدر ديالو ليد في واحد البلاصه شويه صفر واحد دومي فوالا، تعطينا حتى تشكيل زوين يعني ليد دينا ديكور زوين ضوء مرايا فين جالس باش ما يضرنيش في عينيا وانا كنتفرج، اولا الكونتور ديال التلفاز في واحد الضو خفيف باش الا بغيت نتفرج نطفي كل شيء ونبقى غير مع لا لوميير ديال التيلي. دابا تبارك الله ولات يعني ولاو كيتفننوا يعني تبارك الله في هذه المساله ديال الضو، ولا فن ولا في ديكولور ولا فوالا يعني ولا سوليسيون كيفاش كنانتيغريو، خاص يعني اللي تيفهم راه حنا في الوعي ديما هكا كنهضروا باش الامور تمشي والناس تفهم. دونك قلنا الطاقه اليونغ فين كنحتاجوها بزاف هذيك ديال الذكوره الدكوره ديال الخناق في المطبخ ماشي انا ندخل الكوزينه وانا غن باش نكون اكتيف ياك نكون اكتيف. دونك في المطبخ كناكد انا بزاف على الضو اللي كيكون سيغ لو بلون دو ترافاي لو ليد اللي كندوزو تحت لي ميبل، كناكدوا على لي سبوت اللي كيكونوا ونحضروا لان ثاني كيجي شي حد كيدير لك سبوت يعني على لو بلون دو ترافاي
جوست على لو بلان دو ترافاي واحد 55 الى البلان دو ترافاي جينيرالمون تيكونوا تيكون تحت من هذوك لي بلاكار لي فوالا هاو حنا دوزنا تحت لي موب وزدنا لي سبوت لي غيضربوا لينا في لا طابل حيت هذاك كيبقى غير اناره بحال ديك اللي قلنا خفيفه جيت في الليل بغيت نهز شي حاجه ولا بغيت نخلي واحد لومبيونس ناكل في الكوزينه باش ما تكونش مباشره ولكن دوك لي سبوت مهمين يعني فوقاش زوينه في السحور هذيك السحور باش ما كتبقيش كلها كتبقى نص واش انت عطاتك الاحساس ديال واحد الدفء وباقي نص ناعس ولكن الا شعلتي ربعه لي بانيل راه غتفيقي صافي اكيد غتفيقي دونك وكيكونوا دوك لي بانيل اون بلوس اللي هما الضوض بصح اللي هما نقدر نمشي فيهم حتى ل 7000 ولا يعني ضو ابيض ديال بصح اللي غنقدر نشقى فيه وهو باش زوينين لي بانيل ما كيعطيوكش الخيال وكيضويو لك لا سيرفاس مقاده يعني ماشي بحال لا سبوت يعني كيعطيوك ما كاين لا ظل لا والو فوالا ما كاينش حزمه ضوئيه نعم دابا سبوتني كيخرج سي سي جينيرال لا شومبر كامله كتاخد لون واحد نعم الضو كيخرج اوموجين القضيه ديال الاناره اللي كتخرج لك بحال حزمه ضوئيه كاين ما بين من 60 درجه من 60 تقريبا فلونغ حتى ل 180 اللي كانوا وصلوا لا بانيل دونك الناس ثاني ما كيردوش البال لهذا الشيء بالنسبه ليه هو المهم شرا سبوت ولكن سبوت محفوره راه غادي تعطيك لا لوميير على واحد الهدف نعم يعني ماشي جينيرال يعني تتعطي لي بحال سونتري سونتري بحال كتزومي على شي حاجه باش ما كيكبر هاد المساحه هذه باش ما هي كتزومي بحال كتزومي دونك انا الا درت واحد الحزمات حزمات حزمات راه باش نبين واحد لي سونتر دانتيغ يعني ماشي باش نبقى لومبغ يبقى عندي لومبغ يعني في بعض المناطق نعم الا درتها في الكوزينه راني غنشقى في لومبغ غنقلق واحد الوقت ما يمكنش نكون كنشوف يعني مزيان. لكل اضاءه المكان ديالها المناسب دونك كل بلاصه خصني نعرف كي قلتي كيفاش نختارها لي باني راه دويتي عليهم اللي هما اللي الضو ديالهم مقاد غنهضر لكم شويه تاع لي زومبول لان حتى باش كنجيو نشريو لومبول مثلا كتمشي كتلقى برومو لومبول 11 درهم ولا 12 درهم الاخرى كتقول علاش 45 درهم من لا ماتيغ الا الزينه هذه والزينه هذه كاين فرق كبير دونك الثقيله فوالا لا سيراميك والخفيفة سي دو بلاستيك نعم دونك لا دوغي دو في ديال هادي ماشي هي ديال هادي ايكولوجيا هادي ماشي هي هادي كاين فرق كبير وسورتو فاش كتولي في 9 وات 10 وات اللي هي واحد الحرارة طالعة من الأفضل أنك تخدم بلا سيراميك لأن حتى التسرب ديال الكهرومغناطيس والترددات طونك أنت كتكون في واحد المواد اللي هما ماشي صحيين كتكون في واحد الخطر هادشي تا والمدة ديال الحياة ديال وحدة لا سيراميك أطول يعني أنت ماديا راه من الفرق ديال الثمن راه كنفهموا كنفهموا ان غادي تكون يعني الجوده ديال الغاليه تكون اكثر من الجوده ديال الرخيصه حتى المواد باش مصنوعه ماشي نفس راه احسن وافضل عندنا حاجه اخرى هو كنلقى واحد لانديس فاش كتمشي تشري الضو راه كتلقى واحد لانديس سوا بلو فونسي سوا بلو كلير سوا روج يعني هذوك لي زانديس كيبينوا لك النوعيه ديال الضو خا ما تكونش كاع فاهم دونك من واحد الشيبي بارد البلو الاورانج وانت كطلع المعنى الاورانج راك مشيتي فيغ لا كولور لي شود يعني الصفوريه كثيره لو بلو فونسي راه هو الوسط والبلو كلير هو اللي نازل موين كنقدر ثاني نلقى نفس لومبول وكنلقى وحده كضوي اكثر كاين واحد لانديس اخر اللي كيبين لي شحال لا لومينوزيتي في هذيك البوله واخا نفس لي وات عندها علاقه سواء بالجاجه ديالها سواء في شي حاجه في التركيبه ديالها دونك كاين بزاف ديال لي كريتير اللي كيخصنا نردو لهم البال كاين ثاني واحد لا ريزيستونس ديال الصدع الا كنت غادي نشري ليكستيريور اللي كتمشي من 20 حتى ل 65 باش ما كطلع باش ما كيكون فريمون ايل ريزيست لا روي نعم دونك كيف قلنا بزاف ديال الباجاج هذا تقنيا ولكن فاش كتجي كيفاش كتفنن على واحد الانتيغيور وكيفاش كتعطي بحال هاد لومبيونس لا هادي خصنا نكونوا مهندسات بحالك ديال الديكور يعني واسمحي لي هادي خدمه اخرى لان كيخصك تفرق ما بين مراكز الاهتمام لي سونتر دانتيغيور تعطيهم واحد القيمه ولاو دابا لي سوسبونسيون ديكوراتيف زوينين نازلين تقدر غير هي تشعل بوحدها لي ليد من التحت كيعطيوك لا لوميير غير في الارض ما كيقلقوكش كاع دونك كاين بزاف اكيد اكيد يعني تفننوا في هذا المجال ديال الاضاءه تفننوا مي كاين ناس كتقدا ما عارفاش هي راه تنتقدا وما عارفاش ودائما فاش تنمشيو كنمشيو عند لو تيكنيسيان الله يخليك سقد لي هذه المساله بغيت مثلا في لو صالون ولا في هذا حتى هو ما تجيت معك الهضره
غادي انا بغيتي هنا ندير هنا غادي لك دوم جهد قلتي لي دو صفر غادي لك دو شنو بغيتي البيض ولا الصفر تماما صافي هادشي دونك بحال دابا الكولوار ديال الدار ثاني دخلها طاقه يونغ يعني خص يكون الضو ديالو مجهد ولكن نو باش انني نزيد فيه واحد الاناره اخرى اللي هي خفيفه اللي واحد الوقيته بغيت غير الباساج يبقى عندي ما غاديش يجيني ديك البلاصه فريمون مظلمه دونك ملي كنرجع للفونك شوي وكنرجعوا لطاقه المكان كي قلتي كنرجعوا لواحد القيمه في السكن حيت كيف قلنا الراحه في السكن واحد لواحد الراحه النفسيه واحد الراحه النفسيه انا جيت لداري دخلت لداري بغيت ندخل باش نرتاح من بعد واحد النهار ديال التعب دخلت بغيت نرتاح واحد شويه كيف ما قلت لي ما ندخلش غادي نلقى داري كلها بلي بانيل ولا واه بحال داخله نيت لبلاصه الخدمه ولا لواحد البلاصه اللي محلوه اوبن سبيس غادي نزيد نفيق غنزيد نفيق دونك للالوان كلشي هادشي كله كان يبقى دائما ما بين الهندسه الديكور وما بين طاقه المكان اللي كنجمعوا بيناتهم وتبارك الله عليك لالا امل احمد استفدنا معك بزاف يعني مسائل ما كناش عارفينها يعني تعرفنا عليها اكثر معك اليوم تبارك الله عليك كنتمنى لك مسيره موفقه ان شاء الله شكرا على هذه الفرصه انا مع دوزيم مها مرحبا بك لالا مرحبا بك اذا جريمه التسمم موضوع الورقه القانونيه للغد رفقه بروفيسور محمد جمال معتوق فقره صحي ولذيذ لالا ماريا بن جلون مقترحه علينا عصائر ياغورت ومربى بالفواكه الحمراء الكل المزيد صباحيه دوزيم الى اللقاء